أهلا وسهلا بكم. ما زلنا في استعراض عمليات التشغيل أو الماشينينج بروسيسز، موضوع محاضرتي اليوم Drilling and Related Operations، الثقب والعمليات ذات الصلة بالثقب. عملية الثقب بيكون عندي أداة القطع اللي هي البنطة، مكتوب على Twist Drill. البنطة دي بتعمل روتيشن، حركة دورانية، وفي نفس الوقت بيحصل سرعة نسبية ما بين أداة القطع وبين الشغل الورك بيس اللي تحت دي. ممكن البنطة هي اللي بتعمل الفيد، حركة التغذية، أو الشغلة ممكن تطلع لفوق تعمل الفيد. المشهور إن البنطة هي اللي بتعمل الفيد، بتنزل لتحت اللي هو السهم اللي بالأحمر ده، وبالتالي كل ما يحصل فيد إلى أسفل كل ما يتم إزالة رايش من الورك بيس، هيعمل تجويف بقطر البنطة لحد ما اوصل لعمق القطع او عمق الفتحة اللي انا عايزه. سرعة القطع او ال V بتعطى من العلاقة باي دي ان على 1000، واليونتس بتاعتها متر بير مينت. دي الديامتر بتاع البنطة، ان ال RPM او ريفوليوشن بير مينت للبنطة، عدد اللفات اللي بتلفها في الدقيقة الواحدة. دي ببساطة عملية الثقب. ممكن أعمل ثقب نافذ، وده بيسموه ثرو هول، وممكن أعمل بلايند هول، يعني ثقب غير نافذ. Cutting conditions in drilling أو cutting parameters in drilling أو mechanics of drilling. عايز أجيب علاقة بين السرعة الخطية والسرعة الدورانية. السرعة الدورانية اللي بتدور بيها البنطة عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال N revolution per minute، او في بعض الاحيان القليلة ممكن الشغلة تدور والبنطة ثابتة وبرضه هيحصل ايه؟ هيحصل عملية ثقب. اهم حاجة يبقى فيه سرعة نسبية. يبقى السرعة الدورانية بتاعتي اللي هي غالبا تبقى البنطة بتدور التويست عبارة عن ايه؟ revolution per minute، يا ترى بتدور كام لفة في الدقيقة؟ عايز احولها لسرعة خطية، يا ترى الكاتنج سبيد قد ايه؟ سرعة القطع اللي هي تبقى على مين؟ على المحيط. يبقى انا بحيد المحيط، بتعمل دورة أو لفة كاملة، يبقى كأنه محيط الدايرة باي دي، ودي هي قطر البنطة، دي كابيتال، دي قطر البنطة. يبقى الريفوليوشن بير مينت عبارة عن ايه؟ الان عبارة عن الفي على باي دي، وفي بالميتر بير مينت، والان ريفوليوشن بير مينت، يبقى دي متر بير مينت، دي ريفوليوشن بير مينت، اقسم على الريفوليوشنز اللي هي الباي دي، ودي بالمتر، بالمتر عشان تطلع الفي متر بير مينت، والان ريفوليوشن بير مينت. لو عايز احسب الفي دي او الفي عندي بالمليمتر بير مينت، فيش مشكله، يبقى الدايمتر يبقى بالمليمتر، مفيش اي مشكله في الكلام ده. طيب انا عايز احسب دلوقتي السرعه اللي هتنزل بيها البنطه، يا ترى البنطه هتنزل بسرعه خطيه قد ايه؟ يبقى اعمل ايه؟ لازم اضرب السرعه الدورانيه دي في التغذيه اللي هتنزلها البنطه لكل لفه. البنطه هتنزل كذا مليمتر في اللفه الواحده، او طبعا يبقى جزء من المليمتر في اللفه الواحده بقطع معادن. في عدد اللفات تديني مين؟ تديني السرعه الخطيه اللي بتنزل بيها البنطه، سرعه ثابته لكل طبعا ايه؟ تويست، لكل نوع ماتيريال للبنطه وكل نوع ماتيريال للورك بيس، وحسب برضو الدايمتر الخاصه بالهول اللي انا عايز اعملها. فالاف ار دي السرعه الخطيه اللي بتنزل بيها البنطه، يا ترى البنطه بتنزل بسرعه كام؟ هي الاف ار دي، ده الفيد ريت. والان الريفوليوشن بير مينت، عدد اللفات في الدقيقه الواحده، في مين؟ في اف. اف دي المليمتر بير ريفوليوشن، يا ترى البنطه بتنزل كام ملي في اللفه الواحده؟ اف سمول، بتنزل كام ملي في اللفه الواحده؟ اضرب في عدد اللفات تديني بتنزل كام ملي في الدقيقه الواحده سرعه. ريفوليوشن بير مينت، المقام هنا فيه مينت، وهنا ريفوليوشن او مليمتر بير ريفوليوشن، ريفوليوشن مع ريفوليوشن يتبقى مين؟ يتبقى مليمتر بير مينت، مليمتر بير مينت وحده قياس سرعه اللي هي الاف ار. يبقى الاف ار دي كم مليمتر في الدقيقه الواحده؟ يبقى دي السرعه اللي بتنزل بها البنطه. يبقى اقدر احسب السرعه اللي بتنزل بها البنطه، السرعه الخطيه، بدلاله السرعه الدورانيه ان، وبدلاله التغذيه لكل لفه. الاف سمول التغذيه لكل لفه دي بتعتمد على مين؟ بتعتمد على حاجات كتير، وورك بيس ماتيريال والدريل ماتيريال، الماده المصنوعه منها البنطه، وكذلك الدامتر الخاص بالبنطه.
لو ثبتنا مثلا الماتيريال الخاصه بالورك بيس، هنقول مثلا هنقطع ونثقب في الومنيوم، وثبتنا الدريل كانها مصنوعه من الكاربيدز، فهنعمل ايه؟ لو عندنا قطر البونطه 1.5 مليمتر، فالاف سمول دي ممكن تبقى 25 من 1000 مليمتر بير ريفوليوشن. لو قطر البونطه بقى الضعف 3 مليمتر، يبقى الاف دي ممكن ازودها، هتزيد تبقى مثلا 5 من 100 مليمتر بير ريفوليوشن. لو قطر البونطه بقى 6 مليمتر، ممكن الاف دي تبقى 8 من 100 مليمتر بير ريفوليوشن، وهكذا. يبقى بتزيد مع مين؟ مع قطر البونطه. يبقى كده حسبت مين؟ السرعه الخطيه او الفيد ريت، معدل التغذيه اللي بتنزل بيه البونطه. عايزين نحسب بقى الماشيننج تايم. الماشيننج تايم يعني الوقت اللازم لثقب الثرو هول ولثقب بلايند هول. هنبص كده في الجيومتري، هنا عندي allowance، هنا ايه بسميه؟ السماحيه بتاعتي، او بسميه جزء تعويضي لازم اعوضه، والا البونطه بتاعتي مش سيلندر، لا ده النهايه بتاعتها ايه؟ زي ما انت شايف اهي في انجل، وبالتالي ببدا الثقب مش بالنقطه دي. يعني لو هي عباره عن اسطوانه بالشكل ده مفيش مشكله، يبقى دي مماسه، يبقى مماس للسطح، يبقى انزل المسافه تي على السرعه اللي انا بنزل بيها اللي هي اف ار. مسافه على سرعه اف ار تديني مين؟ تديني زمن. لكن البونطه واخده ايه؟ واخده شكل فيه جزء في الهواء اهو، يبقى هتنزل الفتحه دي الصغيره وبعد كده النقطه اللي بعدها وكذا لحد ما اوصل هنا، يعني يبقى امشي مسافه ايه؟ يبقى الايه دي لازم تزيد مع التي، يبقى المسافه التوتال ديستانس اللي انا همشيها، تعالوا ايه؟ نخليها في البلايند هول تبقى اوضح. يعني انا عايز اعمل بلايند هول، يبقى انزل المسافه دي وبعد كده انزل المسافه دي، الاثنين دول مع بعض. او لو انا هشتغل بالمسافه من اول هنا لحد هنا، يبقى مفيش مشكله، المسافه دي دخلت معايا تحت اهي، يبقى مش هدخلها، يبقى عباره عن ايه؟ المينيمم ماشيننج تايم عباره عن الدي دي، الدي كلها على مين؟ على الاف ار في حاله البلايند هول، الدي كلها ده المينيمم، المينيمم ثيوريتيكال نظريا، والا ما حدش بيقف بالبنطه ملامس للسطح، ده معدن ولسه ما فرغتوش، ولو اشتغل بسي ان سي الحركه بتاعتي هتبقى اوتوماتيك، والا كده انا هخبط في الورك بيس. اي نعم المسافه صفر، بس ممكن يبقى فيه ايرور جزء من المليمتر ولا حاجه، وبالتالي هخبط في الشغله. ما حدش بيقف كده، لا بيقف ايه؟ فوق شويه، فوق عن الشغله ب 1 مليمتر 2 مليمتر 3 مليمتر، يبقى واقف فوق الشغله، وبعد كده ينزل بالفيد المعروفه اللي هي الاف ار. وبالتالي انا لازم ازود برضو في كلتا الحالتين مسافه الاونس زائد الديده، لازم ازوده. طيب هنا الاي دي، الاي عايز احسبها من الجيومتري اللي هنا. بص كده، دي كلها الانجل ثيتا، البوينت انجل او تويست انجل ثيتا، اللي ممكن في الرسم الهندسي يقول لك ارسمها 120 درجه. طبعا بتختلف في الواقع، هنقول نظريا 120 درجه. ايه الثيتا؟ يبقى الزاويه دي نصها، الزاويه دي نصها ثيتا على الاثنين. طيب اخبار الزاويه دي ايه؟ 90، الزاويه دي كلها 90 ناقص ثيتا على الاثنين، يبقى دي 90 ناقص ثيتا على الاثنين. طيب لو قلت تان 90 ناقص ثيتا على الاثنين، الزاويه دي ظل الزاويه دي عباره عن المقابل اللي هو مين؟ اللي هو الايه؟ على مين؟ على المجاور. المجاور ده عباره عن ايه؟ عباره عن الدامتر على الاثنين، الدامتر ده كله على الاثنين. يبقى تان 90 ناقص ثيتا على الاثنين بتساوي ايه؟ على مين؟ على دي على الاثنين. وبالتالي انا عايز الايه؟ الثيتا دي معروفة للبنطة، عايز مين؟ عايز الـ A. يبقى الـ A في الحالة دي أضرب طرفين في وسطين، هيبقى نص مضروب في مين؟ في الدايمتر دي، في تان 90 ناقص ثيتا على الاثنين، يبقى ده الأبروتش ألاونس. يبقى A عبارة عن نص دي في تان 90 ناقص ثيتا على الاثنين. يبقى كده الـ A ده عرفته خلاص، فانكشن في مين؟ دايمتر، وفانكشن في الأنجل أوف دريل أو البوينت أنجل. لو زي ما احنا قلنا الثيتا دي او الثيتا كلها ب 120 بترسم 120، يعني 120 على 2 60، 90 ناقص 60 30، يبقى تان 30 1 جذر 3 تضربها في نص دي تطلع تقريبا 28 او 29% دي، او نقول 3/10 دي، بوينت 3 دي. يبقى الاي دي ممكن تاخدها لو الزاويه 120 ممكن تاخدها بوينت 3 دي، بوينت 3 دي كابيتال.
يبقى خلاص عرفنا الـ A، يبقى لازم ايه؟ ازود الـ A. في الحالة دي T هنا لازم ازود الـ A، لكن هنا انا قايس الـ D دي كلها لحد هنا، لكن لو بقيس وده احيانا في الدايمنشن قدام الدبث ده D دي تتقاس من هنا لهنا. لو بتتقاس من هنا لازم ازود ايه؟ لازم ازود الـ A بالشكل ده. يبقى المينيمم ده المينيمم ماشيننج تايم، احنا قلنا لو انا واقف على الكريتيكال بوينت دي ومحدش بيوقف عمليا عليها، لكن نظريا لو انا هبدا من هنا يبقى ده اقل ماشيننج تايم هاخده، عباره عن ايه؟ لو الدي دي الدي تتقاس من هنا لهنا، تتقاس من هنا لهنا، يبقى دي زائد ايه؟ زائد المسافه ايه دي على اف ار على السرعه، مسافه على سرعه. طيب لو الدي تتقاس من هنا لهنا يبقى على طول الماشيننج تايم عباره عن دي على اف ار على طول، وده المينيمم المينيمم ثيوريتيكال ماشيننج تايم. والا زي ما قلنا احنا لازم ايه؟ ازود مسافه قبل مين؟ قبل الورك بيس، مسافه امنه 3 مللي ولا حاجه، وبالتالي بسميها ال المسافه دي ما بين التويست انجل وبين الورك بيس قبل ما انزل بسرعه القطع، لان انا ممكن اتحرك في الهواء بسرعه كبيره، ممكن اتحرك بسرعه كبيره، لكن انزل ابدا انزل من على عمق 2 مللي او 3 مللي بالفيد بتاعه الاف ار، يبقى ازود ال دي المسافه اللي هي بين التويست وبين الورك بيس، يبقى ال زائد الدي زائد الاي. في الحاله دي الدي من هنا لهنا، بقيسها من هنا لهنا، يبقى دي الدي. لو بقيسها من الدي من هنا لهنا يبقى على طول مش هزود غير مين؟ ال، يبقى ال زائد دي على اف ار. لكن لو انا بقيس الدي من هنا لهنا يبقى ال بلس دي بلس اي على اف ار، يبقى ده المينيمم ماشيننج تايم في البلايند هول. في حاله الثرو هول لو انا هنزل بالبنطه الى اسفل، لو هنزل بالبنطه الى اسفل لحد هنا، يعني النقطه دي هتتحرك من هنا لحد هنا، النقطه دي بس، يعني هتقطع المسافه تي من هنا لحد هنا، يبقى كده في مشكله ان انا ايه؟ في جزء كده ايه؟ ما اتقطعش، يبقى لازم انزل زياده في الامان عشان الحافتين او الحواف بتاعت الهول تبقى ايه؟ تبقى كلها ما فيهاش اي رايش او اي معدن، يبقى لازم انزل كمان مسافه بعديه. يبقى كده في مسافه قبليه وفي مسافه بعديه وفي الورك ثيكنس سمك الشغله، دي كلها مسافات همشيها. يبقى كده الماشيننج تايم ده المينيمم ماشيننج تايم في حاله الثرو هول هيبقى مين؟ الاي هتدخل معايا اهي، لازم تدخل معايا الاي زائد مين؟ زائد الثيكنس الورك بيس ثيكنس كلها سمك الشغله. هنا هقول سمك الشغله عمق الهول هو نفسه سمك الشغله، يبقى تي بلس اي على اف ار، والاي اقدر احسبها. يبقى ده المينيمم. لكن اكشوالي زي ما احنا قلنا في مسافه قبليه بكون واقف على بعد مثلا 3 مللي وبنزل تحت كمان زياده في التاكيد عشان ايه؟ عشان اشيل كل المعدن او كل الرايش وتبقى ثرو هول، يبقى لازم ازود مسافه قبل ومسافه بعد. المسافه قبل رمزناها بالرمز L، يبقى المسافه بعد هنقول هي اوفر رن، هنقول O. يبقى الماشيننج تايم ده اكشوال بقى ماشيننج تايم عباره عن ال L المسافه القبليه اللي هي المسافه بين البنطه وبين الورك بيس زائد سمك الشغله الورك بيس ثيكنس تي زائد الاي الاونس الابروتش الاونس اللي هو ايه؟ احنا حسبناه من المعادله دي، زائد الاوفر ران مسافه هنزل بعديه بعد الشغله، هنزل كمان بالبنطه لتحت شويه، هنزل بالبنطه لتحت شويه عشان ايه؟ عشان اخد الرايش اللي هنا كله وتبقى الهول الفتحه ما فيهاش اي رايش، ما فيهاش اي معدن متبقي، يبقى ده الماشيننج تايم في حاله الثرو هول، وده الماشيننج تايم في حاله البلايند. لو في اي مساله ولا اي كالكوليشنز وعايز المينيمم ومش بيديني ال ال مثلا على سبيل المثال، يبقى ممكن احسب بالمعادله دي، يعني خلاص اخد ال ال بزيرو ما دام مينيمم ماشيننج تايم. لو مديني ال ال احطها، لو قال افرض اي حاجه ممكن افرض ال ال 2 مللي او 3 مللي. نفس الكلام هنا، لو مش مديني ال او ولا ال ال يبقى خلاص اشتغل على دول الاثنين دول، ده مينيمم بقى ماشيننج تايم، او ممكن افرض ال ال ب 2 3 مللي والاو برضه ب 2 3 4 مللي ولا حاجه. يبقى ده حساب الماشيننج تايم في حاله عمليه الثقب. يتبقى ان انا احسب ما يسمى بالماتيريال ريموفر ريت، يا ترى حجم الرايش اللي هيزال من الفتحه دي عباره عن ايه؟ دي اسطوانه، يبقى حجم الاسطوانه، حجم الاسطوانه مساحه القاعده في الارتفاع، والقاعده دائريه يبقى باي دي تربيع على 4، دي مساحه الدايره في الارتفاع اللي هو مين؟ الثيكنس تي. بس ايه الارتفاع هنا؟ انا عايز ريت مش عايز
حجمه خلاص، انا عايز معدل يا ريت، يبقى بدل ما اقسم او اضرب في التي هضرب في مين؟ في الاف ار السرعه، ما هي دي برضو مسافه بس هي مسافه على زمن، وانا عايز ريت، يبقى الريت اوف ماتيريال ريموفال عباره عن باي دي سكوير على 4 مساحه الدايره، والارتفاع بتاع فانكشن في مين؟ انا عايز ريت، ما دام ريت يبقى اضرب في مين؟ في السرعه الخطيه اللي هي مسافه برضو، دخلت المسافه هنا حجم بس على زمن، يبقى معدل ازاله الريش باي دي سكوير على 4 في الاف ار، ده الماتيريال ريموفال ريت، يبقى كده اقدر احسب معدل ازاله الريش من عمليه الثقب. في بعض العمليات المتعلقه بعمليه الثقب، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن اعملها على المثقاب، يعني المثقاب مش بس هعمل عمليه عليها عمليه ثقب دريلينج، لا ممكن اعمل عمليه اسمها ريمينج، او بيسموها بالاسم الدارج البرغله رقم A. عمليه الريمينج انا عايز افنش السطح اللي هو فيه اصلا فتحه، فيه ثقب، عملت الثقب بالدريل بالبنطه، وبعد كده عايز افنش الثقب ده، فبعمل ريمينج. ادي اداه القطع اللي هي الريمينج، برضو هيحصل روتيشن وفيد الى اسفل. ممكن برضو اعمل تابنج على المثقاب، عايز اعمل الوز داخلي، وبالتالي بجيب اداه القطع اللي هي بتعمل الوز الموضحه بالشكل ده، واعمل الالوز التابنج. وبرضو لازم يكون عندي ثقب من البدايه معمول، لازم يكون في ثقب، وبعد كده هنزل باداه الالوزه. ممكن اعمل برضو كاونتر بورينج رقم سي، في ثقب اتعمل بالبنطه وما عنديش بنطه اكبر من كده، او بحيث اوصل للثقب اللي انا عايزه، القطر اللي انا عايزه، فبوسع بالكاونتر بورينج تول. بدي عملية الكاونتر بورينج، ادي شكل الكاونتر بورينج تول، وبرضو بيحصل روتيشن للكاونتر بورينج تول، وبيحصل فيد الى اسفل. برضو ممكن اعمل كاونتر سينكينج باستخدام المثقوب. كاونتر سينكينج بعد عملت الفتحة بالدريل، الفتحة دي هيدخل فيها مسمار، المسمار ده ليه راس، عايز اغطس راس المسمار داخل الشغل، فبعمل الكاونتر سينكينج، وادي شكل اداة القطع اللي بتعمل كاونتر سينكينج، وبرضو بيحصل روتيشن وبيحصل فيت الى اسفل. ممكن اعمل سنتر دريلينج، والسنتر دريلينج دي بتعلم مكان الفتحة، يعني عادة بتكون قبل عملية الدريلينج، قبل ما اعمل ثقب باستخدام البنطة، فبعلم مكان الثقب ده سنتر دريل عشان الدقة بتاعت مكان الفتحة. من العمليات اللي ممكن اعملها على المثقاب سبوت فيسنج، موجود فتحة اتعملت بالدريل، والفتحة دي لها راس مسمار أو في صامولة هتركب في المكان الموجود فوق ده، فالمفروض المكان ده يكون متفنش ومتشطب كويس عشان الأحمال، توزيع الأحمال على المسمار. فبدل ما أنا أفنش كل الشغلة، كل سطح الشغلة، فبعمل ارتفاع كده لفوق، والارتفاع ده بعمل له فيسنج بقى، بسوي السطح اللي فوق، بحط أداة القطع اللي هي بتعمل فيسنج، وبعمل سبوت فيسنج. هنا بقى هيحصل روتيشن، يحصل روتيشن هيفنش السطح اللي فوق ده. عملية الريمينج بالتفصيل، ادي شكل مقدمة الريمر، بتكون مسلوبة بزاوية صغيرة، وبيحصل روتيشن وفيد، روتيشن ال N ده عدد لفات في الدقيقة، السرعة الدورانية، والاس اللي هي ايه؟ الفيد، هينزل كم مل لكل لفة، وادي الريمر، وادي الورك بيس. طبعا بيكون بياخد ديبث اوف كات صغير، ده عمق القطع. بدأت بديامتر دي او، ده استلمته من بعد عملية الثقب العادية، او بعد عملية مثلا توسيع للثقب، عملية بورينج، فعايز انزل بيه الريمر، فلازم يبقى في عندي ديبث اوف كات صغير اللي هو التي ده، عشان ايه؟ عشان اوصل للقطر النهائي اللي هو الدي سمول ده، ده القطر النهائي بعد عملية الريمينج.
الكاونتر سينكينج قصاد الكاونتر بورينج. قلنا الكاونتر سينكينج ان انا عايز اعمل مكان او بيت لرأس المسمار عشان اغطس رأس المسمار، جنبها على طول كاونتر بورينج، كان عندي ثقب وبعد كده عايز اعمل ثقب اوسع منه، ده الكاونتر بورينج. يبقى ده الفرق بين الاثنين. طيب يبقى كده في او على المثقاب بعمل دريلينج، ادي شكل الدريلينج. ممكن كمان اجيب بونطة اكبر من البونطة اللي انا ثقبت بيها عشان اوصل للقطر اللي انا عايزه، فبعمل ستيب دريلينج. ادي الستيب دريلينج، بونطة كان فيها ليها تو ستيبس، موجود جزء بقطر اصغر وبعده على طول جزء بقطر اكبر، كاني هعمل القطر الصغير وبعد كده القطر الكبير على طول وراه. وكاونتر بورينج، ادي عملية الكاونتر بورينج، عندي ثقب معمول وبعد كده عايز اوسع الثقب ده. طبعا ده الحتة دي كأنها دليل جايد عشان تو سنتر لاينز ينطبقوا على بعض. يبقى دي كاونتر بورينج. ادي كاونتر سينكينج، ادة الكاونتر سينكينج مشهورة انها ايه، مسلوبة بالشكل ده عشان تعمل رأس المسمار. وعملية الريمينج او تشطيب السطح الداخلي، وادي السبوت فيسنج ان انا عايز اشطب السطح اللي فوق ده، فبعمل عملية السبوت فيسنج. طيب عملية الثقب قلنا بتتم على ماكينة المثقاب. المثاقيب دي انواع، في اللي هو ابسط نوع اللي هو البنش دريل، وده سبق دراسته في الفرقة الاعدادية. ويل ابرايت دريل بريس اللي هو مثقاب القائم، او احيانا بيسموه مثقاب الشجر. ادي مكونات الابرايت دريل بريس، القاعدة، قاعدة المكنة البيز، بعد كده التيبل اللي بحط عليها الورك بيس، وعمود الدوران الرئيسي السبندل اللي بتركب فيه البنطة، وكل الادوات المتعلقة بعملية الثقب، الريمر او التاب، وبعد كده ادجستبل هيد، دي رأس المكنة قابلة للتظبيط، القائم الكولم، قائم المكنة القائم الرأسي، وبعد كده الهيد اللي هو بيكون موجود فيه الباور، موجود فيه بقى السيور والبوليز، وممكن يكون الموتور موجود فوق أو ممكن يكون موجود تحت. يبقى ده الأبرايت دريل بريس. أحط أداة القطع هنا اللي هي البنطة على سبيل المثال، وبعد كده الورك بيس يكون موجودة هنا، وأبدأ عملية الثقب. خلصت ثقب وعايز أعمل كاونتر بورينج، بركب الكاونتر بورينج تول. عايز مثلا أعمل كاونتر سينكينج، بركب الكاونتر سينكينج تول. في نوع تاني من المثاقيب اللي هو بيسموه مثقاب الدف أو الريدل دريل بريس. من اسمه كده الريدل دريل، يبقى هو بيتحرك حول محور معين. ادي محور الدوران اللي ممكن يتحرك حواليه، عبارة عن عمود اسطواني، فده ممكن يتحرك في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده، الارم بتاعه او الذراع ده كله ممكن يتحرك في الاتجاهين دول. كذلك الجزء ده ممكن يتحرك بالشكل ده يمين وشمال، والارم كله ده ممكن يتحرك لفوق ولتحت. والريدل دريل بتميز ان هو يعني بيشتغل على شغلانات كبيرة شوية، وعمل ثقب في اماكن متعددة. ادي التيبل، حط الشغلة هنا وحط البنطة في الهاوسنج هنا، يبدأ الدوران وعملية التغذية اوتوماتيك او مانوالي من الجزء ده، اعمل الثقب اللي انا عايزه في مكان المطلوب. والارم ده ممكن احركه زي ما قلنا، يعمل روتيشن دوران حوالين العمود الاسطواني ده، ده اسمه الريديال دريل. ممكن يحصل بعض الايرورز في الفتحات الناتجة من المثقاب. اول حاجة ان الهول ديامتر مش متجانس على طول الفتحة كلها، تلاقي مثلا فوق دايرة قطرها مثلا 10 ملي،
في تحت في قاع الفتحة تلاقي دايرة قطرها مثلا 10 مللي، 1 من 10. ايرور تاني في بعض النتوءات ممكن تكون موجودة في مدخل الفتحة او مدخل ومخرج الفتحة لو الفتحة نافذة. الهول لوكيشن نفسه مكان الفتح ممكن يحصل ترحيل. في البداية لمست بالبنطة حصلت شاترنج اهتزاز فبدأت تثقب في مكان بعيد مثلا 1 مللي ولا 0.5 مللي عن المكان المطلوب. الراوندنس الدايرة، انت شايفها دايرة لكن في الحقيقة لو قست هتلاقيها عبارة عن مثلا إليبس، قطع ناقص. في مشكلة في الراوندنس. الراوندنس الهول المعمولة دي المفروض تبقى سيركولر، هيركب فيها جزء اسطواني، فلو مش معمولة بدائرية دقيقة هتلاقي الجزئين مش هيركبوا على بعض. مشكلة في الدايمنشنز بقى في الأبعاد، قطر الفتحة، طول الفتحة، مكان الفتحة. دي مشكلة بقى ميجرمنتس، قياسات. أحيانا الهولز دي بتبقى رف زيادة عن اللازم، يعني معروف إن الفتحة اللي هي معمولة ببنطة عادية بتبقى الرفنس بتاعتها عالية نسبيا. لو أنا عايز أركب جزء عليها هيتحركوا مثلا مكبس هيدخل داخل الأسطوانة دي، فما ينفعش بعد الثقب على طول أركب الاتنين، لازم يحصل فيه فينيشنج وبالتالي الفتحة تكون الرفنس بتاعتها عالية. طيب بتكون عالية بزيادة إمتى؟ يعني الرفنس بتزيد عن المطلوب. السبب الأول تشيب فلو اللي هو انسياب أو انجراف الرايش على سطح البنطة، وبالتالي هيعمل سكراتش في سطح البنطة، درجة الحرارة بتكون عالية بتبرد بزيت فيحصل تقصية لجزء الرايش ده اللي هو يجي على الدريل وبالتالي ممكن يقطع معاك على السيرفس، ده هيزود الخشونة بتاعت السطح الناتج. أو التشيب بارتكلز بيحصل بقى ويلد، بيحصل لحام ويلدنج، سطح التشيب ده أو جزء بارتكلز بتاعت التشيب تلتحم مع البنطة، تتراكم على البنطة فيما يعرف بالبيلت أب إيدج، أجزاء الرايش دي تتراكم على سطح البنطة وبالتالي هتقطع معاها، وبالتالي هي مش مصممة لعملية القطع فهتزود الرفنس بتاعت الفتحة. أتمنى تكون محاضرة اليوم واضحة وأشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. شكرا لحسن استماعكم.